ما أكثر الأخبار الصادمة التي يتلقاها المواطنون من الحكومة والمستغلين المتحكمين بسوق العراق واقتصاده؟ سكان الموصل الذين هم بأمس الحاجة إلى الكهرباء وخصوصا في شهر رمضان صدموا بارتفاع تسعيرة الكهرباء الخاصة التي أصبحت أساسية في ظل تردي الكهرباء الوطنية. هذا الشهر تسعيرة جت من الأمبيرية 10,000 دينار الأمبير أو 10 إلا ربع. هو التشغيل يعني ما شغلوا، هاي شهر كامل ماكو تشغيل. يقولوا لك 10 أيام فايضة قبل، بس هو التسعير عاد تطلع يوم 21 بالشهر. يعني مو 21 بالشهر، مو 21 2 لا 21 3، هذا شهر كامل. وهاي 10 أيام إضافية انضافوها. احنا ما نعتمد على أبو المولدة ولا على المشغلين، نعتمد على الحكومة اللي ما عاد جهزهم بغاز. ارتفاع تسعيرة الأمبير عائد إلى قلة تزويد الحكومة مادة الكاز لأصحاب المولدات، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة كما يقول مواطنون. خلي نطوم نفط، خلي نطوم بأسعار مدعومة حتى ينزل الأمبير، هما بس لغف 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 وكل شيء ماكو. خلي نطوم مع الغاز للمواطنين، هو الغاز رب العالمين بعث للمواطنين وللشعب العراق كله، هما مسكينه كلهم مكلبين بمذهب وما يسيبونه. ويذكر مواطنون أن هناك تعمداً لقطع الكهرباء الوطنية لدفع الناس إلى الاشتراك بالمولدات الخاصة التي تشرف عليها لجنة لها نفوذ حكومي. المشكلة الوطني الكهرباء متعاونين مع المولدات، من يجي رأس الشهر يطفون يطفون، حتى المواطن يدفع اشتراك، واشتراك بسعر يريدون للنقابة اللجنة. إذا أبو اللجنة كل واحد أبو اللجنة عنده 5-6 مولدات أو 10 مولدات، أشد ينزل السعر وينزل الأمبيرية وينزلها. العراقيون بغنى عن كهرباء المولدات، لو أن الكهرباء الوطنية التي أنفق عليها أكثر من 80 مليار دولار تغطي احتياجات البلاد.